السعودية تعلن إزاحة عيدروس الزبيدي ورشاد العليمي، وتعيد ابن مبارك إلى عدن. إعادة السعودية الحكومة الموالية لها جنوب اليمن إلى عدن بعد أيام على مغادرة رئيسها، يأتي ذلك عقب ترتيبات هدفت لتحييد أبرز أعضاء الرئاسي ورئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي. ووصل أحمد عوض بن مبارك في وقت سابق إلى مدينة عدن، وتأتي عودة بن مبارك عقب ترتيبات سعودية آخرها تصدير عضو الرئاسي أبو زرعة المحرمي إلى صدارة المشهد بدلاً عن الزبيدي المتواجد في المدينة، وعقد قائد التحالف السعودي في عدن في وقت متأخر من مساء اليوم لقاء بالمحرمي الذي أسند له مهام رشاد العليمي رئيس المجلس، والذي يعاني تدهورا في حالته الصحية نقل على إثرها إلى المانيا. وباشر المحرمي النائب في الانتقال المحسوب على السعودية مهام عمله للقيام بدور العليمي، حيث تفقد عددا من المشاريع في عدن من ضمنها محطة الكهرباء الإماراتية بالطاقة الشمسية. وجاء تصدير المحرم عقب أيام على عودة عيدروس الزبيدي قادما من الإمارات، ونفذ الزبيدي عدة لقاءات إبرزها برئيس حكومة عدن أحمد بن مبارك، والذي طالبه بالاهتمام بالعملة والخدمات وتوفير الإيرادات، وذلك في رده على حديث لابن مبارك حول تغييرات في سلطة عدن المعقل الأبرز للانتقالي. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.